انفجار قنبلة صباح الثلاثاء ألصقت مغناطيسيا في سيارة رباعية الدفع في شرق العاصمة الأفغانية كابول يخلف جريحا تقول الشرطة المحلية، فيما تحدث شاهد عيان عن إصابة شرطيين على الأقل بجروح. الشاهد عتيق الله خان قال: وأنا أمشي في هذا المكان فجأة وقع الانفجار، رأيت شرطيين جارحين بسببه وقد تم نقلهما إلى المستشفى. الانفجار بلغ من الشدة أن الدخان المتصاعد في السماء شهد من مسافات بعيدة نسبيا. أمس الاثنين توفيت سياسية أفغانية في الثلاثينيات من العمر في المستشفى متأثرة بجروح أصيبت بها خلال هجوم بقنبلة على سيارتها الأسبوع الماضي.